أنا بسمعي علقوا مع بعض آكلي همسة. لك يا سامير يا ترى شو بده؟ شو عرفني؟ وبعدين ما شاف إلا سامير ينادي له؟ ليش في غيره رجال بالبيت؟ لمين بدك ينادي؟ لك يا سامير معك حق معك حق بس إن شاء الله يرد عليه سامير. يا سامير يا سامير لك يا سامير سامير لك يا سامير برنياك على الصوت سامير سامير لك ما ترد علينا الزلمة المحصطه وهو ينادي لك لك شبك العمى بعيونك العمى بعدين ليش عم بينادي لي شو بده فيني والله ما بعرف ما بدي رد بعدين هلا اذا رديت بسرعه بياخذ وش بيصير كل خمس دقائق بينادي لي لا خليني هيك اتقل مشان يعرف هذا ابو سمره صابر وقت رد هيك خطر على بالي هيك ناديت له بيرد ايوه يعني هلا هيك ما بقى ينادي لك لحك بينادي لي بس خلي هيك يختمر شوي برد صابر برنيا على هالصوت ليكي لك رد على الزلمه خلصنا خلينا نعرف شو صاير خرسي خرسي صابر ايه 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 سامعك شبك عمي ابو الورد شبك ليه عم تعيط؟ عم تسمع يعني لو واحد باخر الدنيا كان سمع سمعتك عمي ابو الورد بس كنت مشغول بقصه قل لي شبك طيب بدي اروح على هداك الصوب شو يعني هداك الصوب عمي ابو الورد؟ الحمام الحمام قل لي الحمام الله يسامحك قل لي من الصبح بدك الحمام ايه شو بدك تساوي بالحمام؟ شو بيساوي العلم بالحمام؟ عمي ابو الورد يعني حسب الشخص إيه؟ انا شخصيا بدخل بتمشط بالحمام انا بدي اعمل مثل ما بيعملوا كل الحي وين الحمام؟ عمي ابو الورد بدي اروح من هون لا لا والله شكلي نسياني عمي ابو الورد حمام حمام بيتنا وين صار يا سلام لك شو عم تدلني على شي محل ايه من هون عمي ابو الورد من هون لا 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 الحم يعني بدك اقصر طريق عمي ابو الورد ايه كثير مستعجل ايه يمكن من هون قولي ليش هيك سويت مع الزلمه ليش؟ يا ما والله ما سويت معه شي شبك انت مكبرتي اياه سامر تقبرني حركاتك ومنعرفها عيب تعملها مع الزلمه عن جد عيب هاد الزلمه وحداني وما له حدا عيب ومبين عليه ابن ناس وعالم جبنا ايه ما تزايجوش خالتي خالتي ولا سامر مضب مضب لا مضب قبليني قبليني